التبشير المسيحي من الشرق الاوسط القرآن. هناك مكان في مريض صار يوميه تستلم مبالغ معينه من جمعيات امريكيه ان جي بي من البرنابا في امريكا لوردات اليهود الصهاينه المتمركزين في لندن توفر الخيال. في جمعية خيرية اسمها جمعية استيرا في بولندا حاولت وجاءت ببعض المسيحيين إلى بولندا وهربوا في اليوم الثاني وتوزعوا جابتهم على أساس أنه يجوا يرتاحوا من الحرب جابتهم من دمشق وعملوا حملة كبيرة أنه نحن المسيحيين من نجيبنا مضطهدين في سوريا ومضطهدين من قبل المسلمين الإسلام وكذا عمل حملة كبيرة جدا فنحن طبعا وقفنا ضد هذه الحملة فما رأيك بهال العملية الصهيونية الكبيرة اللي هي تهجير المسيحيين من سوريا؟ نحن من بداية لازم حكينا والحكي حكيناه قدام مسؤولين وعمريين وامريكيين انه انتم اذا بدكم تساعدوا المسيحيين صحيح ما تهمين المسيحيين بدكم ساعدونا نبقى في ارضنا في ارض ابائنا اجدادنا هي ارضنا من الاف فلسطين قبل الاسلام وقبل المسيحيه نحن مثلا كسريان موجودين في هالارض من 7000 سنه موجودين فيعني بدكم ساعدونا حقيقه ساعدونا نبقى في ارضنا ساعدونا نعيش مع اهلنا ومع جيراننا ومع ابناء الوطن الواحد. هلا في بالتاكيد في جهود مخلصه، جهود نابعه من نيات صافيه، ما فينا هالموضوع على ننكره. بعض المنظمات الدوليه حقيقه عم تحاول تساعد الناس، لكن في ايضا بعض المنظمات مسيسه ومن وراها ربما يكون في دول ايضا. مثلا كندا فتحت باب الهجره للمسيحيين بشكل خاص. انا عم تاخذ غير المسيحيين كمان لكن عم تاخذ بشكل خاص. استراليا في وقت من الاوقات حاولت تعمل الشيء هذا. حتى بعض الدول الثانيه الشرقيه اللي ما كان يبعد باوروبا الشرقيه حاولت تعملها. انا بعتقد هالاشياء هاي او هالمحاولات هاي اكيد مسيسه. في يوم من الايام رئيس فرنسا بعتقد كان رئيس ساركوزي لما راح بغداد المبارك اللي عنده قالوا نحن جاهزين نستقبل كل المسيحيين وقتها سالونا شو رايك قلت لهم يا الموضوع واضح صار داعش والنصرة عم يفشونا لكورنر لزاويه كمسيحيين عم يفشونا ودوك عم يفتحوا الباب قدامنا يعني شيء منظم ردك انه معناته مصالح داعش والنصرة التقت مع مصالح فرنسا وغيرها حتى يفضلوا المنطقه المسيحيه هالشيء هذا موجود لكن في ايضا منظمات انسانيه عم تساعدنا نحن هون وعم تساعدنا ما لانه بس مسيحيين لانه سوريين في وضع حرب احنا بالبدركيه عندنا مؤسسه اسمها هيئه مارفرام للتنميه هالهيئه هاي عم تشتغل مع مؤسسه دوليه عم تجيب تمويل لمشاريع والمشاريع اللي عم ننفذها نحن ما عم ننفذها للسريان ولا للمسيحيين فقط عم ننفذها لكل السوريين فانا فيني بكل راحه وبكل ارتياح اقول انه 70% اللي عم يستفيدوا من البرامج هن غير سريان وغير مسيحيين وهذا واجب مين من هي يعني هذا واجبنا نحن تجاه بعضنا بالتاكيد هذا واجبنا ونحن من يعني اللي بيعرفوا هالشيء هذا وبنقدم تقارير دائما على الموضوع هذا ونحن مبسوطين ومرتاحين بهالشيء ما بدنا بالاساس ما بدنا نحن دول تجي تساعدنا كمسيحيين في سوريا او خارج سوريا لانه ما من مصلحتنا هالشيء هذا لما تجي دوله تساعدك كمسيحي معناتها عم تفرزك من المجتمع وبالتالي عم تعمل لك اعداء داخل مجتمعنا احنا ما بدنا هالشيء هذا نحن ما رايك انه الكنيسه الانجيليه حتى في سوريا في السيد الباستر ابراهيم عم بيشحن المسيحيين وبيعمدهم مرة ثانية بالطريقة الإنجيلية البروتستانتية وبالفعل هذا عم يحصل يعني وعم يبعثوهم على دول أوروبا هو بهالمخطط هذا يعني هذا تبع للمخطط فبدنا نشوف نحكي للغرب عن طريقة تعامل وتعايش المسيحيين مع المسلمين هون نحن المفتي حسون الله يستر بالخير قال بزمانه في خطاب في كنيسة في عيد الفصح بيقول نحن انا
جدي كان مسيحي، احنا كنا مسيحيين، المسيحيه وجدت في ارض سوريا قبل الاسلام. بعدين جدي اعتنق الاسلام وانا مسلم، يعني كنت مسلم، لكن هذا نحن السوريين نعرف التعايش في البلد هي. فبدنا نحن نوجه رساله من سماحتكم للشعوب الاوروبيه اللي هي الاعلام المضلل عم بيعطيها فكره سيئه عن التعايش في سوريا، بدنا نوجه لهم رساله هيك خاصه للشعوب هي عن تعايشنا مع بعض وكيف راينا بهذه الحركات هي اللي تعميل الاضافي بالطريقه اللي يسموها البروتستانتيه الامريكيه الصهيونيه، معروف انه الكنيسه البروتستانتيه الكنيسه الصهيونيه. هلا في لبنان شوي نكون دقيقين بالموضوع، موضوع البروتستانت ما كل البروتستانت اللي اتجاه واحد والكنيسه وحده وفعل واحد. في العالم البروتستانتي في الاف الفرق والشيعه، الاف الانجيليين الموجودين في سوريا كناس انجيليه وطنيه، هذول ناس وطنيين، هذول ناس صار لهم هون 150 سنه اكثر وبيحترموا التركيبه السوريه. بصراحه هم رفضوا، يعني رفضوا السيد، لكن في ناس موجودين معنا هون بسوريا وعم بيزيدوا. هلا هذول جايين من كنائس جديده، هي بسموهم بورن اجين تشيرشز، المتجددين بسموهم بالعربي. هدول ما بس بيعملوا غير المسيحيين، ما بس بيعملوا الارثوذكسي والكاثوليك، بيعملوا البروتستانتي كمان اللي ما ماشي معه بخطهم. هدول بالتاكيد مسيسين هن، هدول بيجوا بدفع وبمعونه ماديه من منظمات اجنبيه، قد تكون صهيونيه قد تكون غير صهيونيه ايضا، لكن هدول موجودين وعم يجوا يخلقوا بلبله وانقسام داخل المجتمعات المسيحيه قبل اي شيء اخر. فنحن ما بدنا نعمم موضوع البروتستانت على الكل، بل في هلا في الطوائف اللي بتسمي حالها كريستيان زانست، يعني المسيحيه الصهيونيه، اللي هن بيعتنقوا الفكر الصهيوني، هن مسيحيين بروتستانت بيعتنقوا الفكر الصهيوني، بينادوا بقيامه او باقامه دوله اسرائيل حتى يجي المسيح المجيء الثاني ويرجعوا اليهود يصيروا مسيحيين. يعني ألتيمتلي بالنهاية هدفهم ما هو إنه يسندوا اليهود، هدفهم إنه اليهود يصيروا مسيحيين، بس بيقولوا إنه اليهود ما راح يصيروا مسيحيين لما يجي المسيح. فعندهم فكرة دينية مبنية على نهاية العالم، على توقعات مجيء المسيح الثاني. فهدول موجودين في أمريكا هذا الشيء، في سوريا وهم المنطقة ما عندنا، لكن عندنا ممكن يكونوا اللي عم يجوا بسبب هالأوضاع اللي تخربطت بالعراق وبسوريا، زاد بعض الفرق زادت. ففي عندنا هالقسم الثاني اللي هم بدهم يعملوا حتى البروتستانت، هذول من البورن اجين او المشتاقين. بعدين في عندنا الكنائس الانجيليه الوطنيه اللي موجوده، هي صار لها مئات السنين ومتفهمه الوضع وعايشه مع باقي المسيحيين ومع المسلمين. اما بالنسبه لتعايشنا نحن كعيشنا مع بعض، مو بس تعايش، عيش هذا شيء طبيعي ما عم نصنعه نحن، عيش مشترك موجود بيناتنا، فهذا معروف للكل. وسوريا بشكل خاص حتى انا اعتبر اكثر من دول ثانيه بالمنطقه هي النموذج لهالعيش هذا. ونحن الحكي هذا عم نحكيه في كل زياراتنا برا المسؤولين الدينيين والسياسيين، لكن والاعلام، لكن الاعلام مسيس برا، ما بس احنا في تسييس الاعلام برا، كما في كل دوله في الاعلام لازم يكون لمصلحه البلد طبعا. فبرا الاعلام مسيس، لذلك الامريكي والكندي والسويدي والاوروبي ما بيسمع الحقائق مثل ما هي، يعني بيسمع مثل ما بدهم اياه اعلامه او دولته بيسمع. فنحن عم نحكي بالشيء، لكن حكينا ما بيظهر الاعلام لسبب كثير بسيط، لانه هذا ما بيخدم المخطط اللي هم ماشيين فيه. مخططهم انه يظهروا في تعدي على المسيحيه في سوريا حتى يبرروا تدخل خارجي في سوريا. ونحن يا شهادة أكيد ضد الشهادة، لأن نحن بنعرف بواقعنا اللي عايشينه، بنعرف إنه نحن ما في أي تعدي على أي مسيحي باسم الدين في سوريا. نحن الشهادة التاريخ بنقولها دائما إنه نحن التاريخ يعني السنين العقود الأخيرة في سوريا، الحرية الدينية اللي موجودة ما موجودة في أي مكان في الشرق، حتى أنا بحكيها دائما حتى في لبنان نحن كسيان ما عندنا حقوق مثل ما عندنا هون بسوريا.
لأنه لبنان مبني على الطوائف، على بيعتبرونا باعتبار عددنا قليل، نحن من الأقليات، بالتالي ما عندنا حقوق، ما عندنا لا بيطلع من عندنا وزير لا نائب لا كذا، لأنه بينما سوريا مبنية على الكفاءات وعلى التعاون، التعاون الموجود بين لبنان. هلا نحن كنا كسريان، بحكي بشكل خاص من الناحية العرقية شوي، كسريان بنحكي لغة سريانية وعندنا تاريخ وعندنا حضارات، أحيانا كنا بنحس حالنا شوي مظلومين لأنه إجا وقت مثل ما بنعرف كلياتنا إنه كان في تركيز كثير على العروبة، عروبة المنطقة، وهذا من حق طبعا. إحنا كهوية سياسية، هوية سورية هي عروبة أكيد، الجمهورية العربية السورية، لكن ضمن هالجمهورية العربية السورية في مكونات تغني التراث السوري، اللي هو السرياني، هو الأرمني، هو الكردي، هو الشركسي، هو طبعا العربي موجود بالأكثرية والدرجة الأولى. فهالمكونات هاي كلها هي غنى السورية، لازم تحترم ولازم تشجع من أجل السورية. هذا نحن كنا بعض الأحيان كسريان حاسين إنه في علينا نوع من الغبن، إنه لغتنا السريانية ما فينا نعلمها كلغتنا، نعلمها بمدارسنا الخاصة كلغة تقصية، بينما كنا نتوقع إنه الدولة هي اللي تبادر إلى تعليم اللغة السريانية في مدارس الحكومة، في الجامعات، لأن يعني هي اللغة السورية القديمة، هي اللغة السورية القديمة، بينما بمدارسنا الخاصة كنا ما كنا نخاف نعلم اللغة السورية، يعني ممنوع كان نعلمها كلغة طقسية، يعني نعلمهم الصلوات باللغة السورية بس ممنوع نعلمهم لغة كلغة. هاي وحدة من الأشياء من المظاهر اللي كنا بنحس إنه نحن مقبولين فيها. طبعا غير مثلا أغاني سريانية، مين كان يسمع التلفزيون السوري؟ هلا عم يطلع، هلا عم يطلع، بس قبل 7 سنين وعشر سنين مين كان يسمع أغاني سورية التلفزيون السوري؟ ما كان في، كنا حاسين إنه مغمونين بهالموضوع هذا من ناحية العرقية، من ناحية الإثنية، لكن كنسية دينية اللي بيقول إنه كان في طغار على المسيحي أو كان في تمييز ضد المسيحي، أكيد هذا إنسان كاذب وخاطئ وما بيحكي الحق. نحن بكل فخر وبكل اعتزاز بنقول إنه 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 المسيحي في سوريا أبداً ما كان مظلوم، ما كان مقاط، في برجع أقول في ظل الدولة العلمانية اللي حملت اللي جماعتنا كلها. هلا نحن نحكي بصراحه متخوفين من شيء اسمه دوله دينيه مبنيه على اساس ديني، ما بدنا هالشيء، ما ولا لخيرنا ولا لخير المسلمين حتى. امبارحة مسكنا مع بعض مع سماحه المفتي على العشاء عم نحكي، حكى شغله كثير مهمه انا لفتت لي انتباهي، قال انه هلا الغرب وبرا عم يحكوا عن الخلافه الاسلاميه. هلا نحن ما كان في عندنا بالاسلام شيء اسمه خلافه اسلاميه. هل كان في خلفاء راشدين؟ في خلافة الأموية، العباسية، المماليك، وبعدين العثمانية، ما كان في شيء اسمه خلافة إسلامية. بينما اللي عم يصير اليوم عم يحاولوا ينظموا الدول على أساس ديني حتى يزرعوا بذور شقاق وحرب في المنطقة، عم يحاولوا يحكوا بشيء اسمه الدولة الإسلامية أو الدولة القائمة على الشريعة، ما كان في شيء، في مجتمع قائم على شرائع معينة. نحن اليوم بسوريا كمسيحيين قانوننا للأحوال الشخصية هو قانون مسيحي معترف فيه بالدولة. أنا بالتأكيد أنا بتوقع أخذنا المسلمين قانون في الشريعة في الطلاق والزواج والإرث والأمور يكون قانون إسلامي، ما يكون قانون مسيحي ولا يكون قانون مدني، هذا شيء طبيعي هذا. لكن تجي تتحط القانون الديني كقانون للدولة إلا بكل الأمور المدنية، ما في، ما ممكن هالشيء هذا يصير. أول شيء يصير الغبن على غير مثلا في حال اذا كان هو القانون الاسلامي على غير المسلمين، ثاني شيء حتى المسلمين ما كانوا بنفس الدرجه من التدين او بنفس الطريق او يعني تابعين نفس المذهب. هذا فكر وهابي بالضبط، فكر وهابي متطرف جدا، لذلك نحن كمغتربين